استمرار لحملة واحد من الناس لتجهيز العرايس. الحمد لله مؤسسة واحد من الناس قدرت تجهز 5 عرايس، جبنا لهم مفروشات، وفرنا لهم احتياجاتهم للزواج، قدرنا الحمد لله نفرح أمهاتهم بيهم. ألف مبروك. نشوف التقرير. بنتي عروسة هتتجوز كمان 2 3 شهور، وظروفي على قدي، وقدمت في واحد من الناس وساعدني وساعدوني وبيجيبوا لي الأجهزة الكهربائية، وجاية النهاردة أستلم الأجهزة الكهربائية. معاشي 600 جنيه، طبعا ما اقدرش يجهز عروسة. كنت بسمع برنامج واحد من الناس ورحت الأستاذ عمرو الليسي وجزاه الله كل خير، ما تأخرش وساعدني وفي أقرب وقت ممكن ساعدني فيه، وأنا بنتي هتجوز الشهر الجاي، والأستاذ عمرو ساعدني وبعت لي إن أنا استلم جهاز بنتي. وبنشكر الأستاذ عمرو الليسي وبنشكر كل أهل الخير وبنشكر مؤسسة واحد من الناس وكل اللي عاملين فيها. لجأت بواحد من الناس والحمد لله جهزوني ما كملوش 10 أيام، وبشكر الأستاذ عمرو الليسي وكل أهل الخير.